يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ نعمل لوك ده مع بعض. اول حاجه هتطلع على حواجبها كوريكتور اورنج عشان اداري الميك اب ريدنج. بعد كده هحط على طول كونسيلر درجه غامقه عشان اخفي بيه الكوريكتور، عشان ما بس ما يبانش لونه يكون حاد. وهنضف تحت الحاجب كويس جدا باي كونسيلر عندي فاتح. بعد كده هجيب بيوتي بلندر وطبطب على البواقي او الخطوط اللي اتعملت من الكونسيلر، وهبدا اعمل الحواجب كويس قوي باي جل عندي. انا استخدمت هنا جل الاجير لدرجه براون، وهبدا احط الاشاد. وهبدا من كورنر العين الداخلي، هحط لون كده بني محمر شويه عشان يبين ويظهر، يكون ظاهر العين شويه. بعد كده هاجي باي كونسيلر عندي وانضفه كويس قوي عشان يبقى يبين كده واضح، وفي نفس الوقت برضو اعرف افصل ما بين كل الخطوط، ما يكونش سايحه كده على بعض، ويكون شكلها نضيف فوقين ومرتب كويس قوي قوي عشان اللوك يطلع ظاهر وشكله حلو. وهبدا احط اي شيمر عندي لون كده ذهبي فوق العين، وطبطب بايدي كويس قوي عشان ما يكونش مكلكع، في نفس الوقت برضو يكون مدموج وشكله حلو. وبعد كده هجيب اي براش عندي مبططه كده عشان ادخل الشيمر في كل الجوانب بتاعت العين. يعني طبعا صبعي مش هيعرف يجيب الكورنر الداخلي للعين، ولا يكون بنفس تحديد اي برش هيستخدمها، ولازم اكون واخده بالي كويس قوي عشان ما يكونش في حاجه مكلكعه. وابدا احط رموش، الرموش دي من اردل. بعد كده احط مرطب من كيو في على كل البشره، وحطيت لها كميه كويسه عشان كانت بشرتها جافه جدا. هبدا احط لها برايمر من ميك اب برو. وبعد كده الفاونديشن، حطيت لها فاونديشن درجة ميديم بيش من فاونديشن ان اي جيرل. وبعد كده هبدأ احط لها كونسيلر من لوريال درجة 326 عشان انور بيها كل المنطقة اللي انا عايزة انورها واظهرها كويس قوي، وهدمجه برضو. وهسيب اخر حتة اللي هي العين عشان تكون ثابتة شوية والميك اب تقل شويه فيها. هبدا احط اي تنت عندي او اي روج على الخدود، وهحطه فوق الخدود عشان يرفع الخد شويه. هبدا ادمجه برضو على فوق مش على تحت. هبدا احط كونتور من باتر، ده كونتور باودر حلو قوي، مش بحب خالص احط كونتور كريمي، بحسه بيكلكع على الوش قوي، فاحسن نستخدم كونتور باودر عشان بحسه بيحدد برضو الملامح اكتر من الكونتور الكريمي. بعد كده هبدا اعمل كونتور المناخير، وعندها طبع حسن طبعا هظهره لها بالكونتور. هبدا بعد كده احط نفس اللون الشيت اللي حطيته فوق، احط تحت اللي هو البني المحمر، وبرضو هسحب بيه العين كلها. وفي نفس الوقت انا حاطه اصلا كحل اسود، وبره العين خالص حاطه كحل لونه بيش عشان يفتحها شويه، ما يكونش برضو مقفوله قوي. وابدا بعد كده احط بلاشر على كشميرات شويه عشان اثبت بيه برضو التنت اللي انا حطيته الكريمي عشان يبقى ثابت قوي طول اليوم معاها. تمام، بعد كده هبدا احط الهايلايتر على اي منطقه عايزه انورها زي المناخير زي ما انتم شايفين بالظبط، واحط كمان على الدقن من تحت، واحط على الخدود طبعا، واحط كمان على الاورم من فوق عشان ينورها شويه. هبدا استخدم قلم حواجب عشان اصلح لها حواجبها بيه كويس جدا، واي فراغ عندي اداريه. وبرده القلم حواجب بيعمل شعره مظبوط قوي وحلو جدا بجد وثابت. تمام، بعد كده بقى حطيت الروج كده بني على النوت كده شويه غامق، حسيت مغمقها قوي، فحطيت ليب جلوس عشان ينور شويه. وهو ده الفاينل لوك. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتي وتابعوني عشان انزل كل جديد على القناه.